نظام جديد لقبض الموظفين ومصير كروت القبض الحالية والتطبيق من أول فبراير. أهلا وسهلا بحضراتكم قراء ومتابعي فيتو ومنصتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية إخبارية جديدة، ومعانا خبر يهم كل الموظفين في الدولة. النهاردة الدكتور محمد معيط وزير المالية قال كلام مهم جدا عن نظام جديد لقبض الموظفين في الجهاز الحكومي للدولة وطريقة ومعاد تطبيقه. وزير المالية أعلن في بيان رسمي أنه بنهاية شهر يناير 2022 هيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مرتبات الموظفين لبطاقة الدفع الوطنية المطورة ميزة. ووزير المالية قال الحقيقة كلام مهم جدا عن بطاقات ميزة وشكلها، ووضح أن بطاقات القبض الجديدة مؤمنة ذات شرائح ذكية لا تلامسية. ومن ضمن الخدمات اللي هتقدمها البطاقة الجديدة للموظف انها هتتيح لي السحب النقدي والايداع والتحويل من ماكينات الاي تي ام. وزير المالية قال برضو ان بطاقات ميزة ممكن من خلالها الشراء على الانترنت ونقاط البيع الالكترونية المعروفة بالبي او اس. كمان بطاقات ميزة من ضمن خدماتها بعيدا عن القبض من خلالها تقدر تسدد المستحقات الحكومية، وده بيتم من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونية الحكومية زي مثلا مصاريف المدارس والتراخيص. وزير المالية أعلن الميعاد الرسمي للتطبيق الكامل وقال بنهاية شهر يناير عام 2022 هيكون تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة، وده طبعا هيتم بالتعاون مع البنوك الآتية: مصر والأهلي، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد والتجاري الدولي، وكمان الهيئة القومية للبريد والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية. وزير المالية طمن الموظفين أن البطاقات الإلكترونية اللي هيستخدموها حاليا لصرف الرواتب مش هيتم وقفها إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية ميزة. وكمان في خاصية مهمة جدا في بطاقات ميزة، أنها هتتيح خدمة الراتب المقدم لمدة 6 شهور من بعد التشغيل. وشرحت وزارة المالية أن القيمة للراتب المقدم هتعادل 30% من قيمة راتب الموظف، لكن دي خدمة للمشتريات فقط مش للسحب النقدي، وهيبدأ الخصم من مرتب الشهر الجديد للموظف. كده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الإخبارية، كانت معاكم دينا عاشور من صال التحرير فيتو، ومستمرين معاكم في التغطية على مدار الساعة.